يعني في المرة في تركيا سألت مرأة قالت لي أنا أريد أطلب لجوء هنا ما أنطوني وكذا بدأت أحكي قالت بس أقدر أخذ وياك صورة؟ قلت لها خذ وياك صورة ليش لا؟ قالت مو أنا لابسة نظارة بس عيني مو عينها كريمة يعني أي نعم قالت مو أنا ورجلي وكذا وعيني بالتفجيرات صارت بالعراق فأنا جيت تركيا أنا قلت أطلب لجوء خوف هم جيت كانت خايفة يعني هالتفجيرات اللي صارت عندنا قبل فترة نعم. الكرادة صارت هالفاجعة قلت لها أخذ صورة وياي أخذت معي صورة قلت له زين ما عندك أحد هنا مثلاً قالت ما عندي أحد قلت له طيب يعني ابن أخ قالت ما عندي أحد قلت له وش مرتاح أنت هنا بالتركيا أنا جاي أطلب اللجوء قالت أطلب اللجوء هناك على الأقل أعالج عيني إنه ما أعرف يقولون أكو علاج وكذا قلت له على مدى العلاج قالت مو بس على مدى العلاج أنا خايفة أروح العراق بس أبعد من العراق أنا ما أكتب جيو فصارعتها في النوع من استهبت يعني فقالت لي ما مستقرة ما مرتاحة فقلت لها بقلبها بس أنت ما مستقرة عشان مستقر أنا كلش ما بيه بس ما مستقر لأنه العراق ترى بلدنا يعني هو طفولتنا بيتنا يعني فالهومسك هذا يصير فأنا غنيت رحت هناك من قرطبة قعدت بالصالة كلمة ما مستقر قلت ما مستقر رحال من بلد البلد لا أخو عندي ولا ولد ما سألت قلت لها عندك أحد قالت والله كش معي هي أوحت لك بكلام زوجي توفى بالتفجير والبنتها بنفس الشيء بنتها بقت بس هي خطي فقالت ما عندي إيه فقلت ما عندي شو لا 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 أخو عندي ولا ولد لا مضعف لا مخوف روحي أنا من المصايب شاردة عفت الدفو الأجمل دفو أقصد على العراق وعايش أنا بين وجوه الباردة كان بولو ثلج يعني ثلج ثلج إيه لا شمس عندهم لا قمر لا شفنا دلة ولا سمر ما كناك طبعا دلة مضيف عقالها أوروبا ما في تركيا دولة أوروبية ترى يعني حياتنا